السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. يعتبر ملف التقاعد والمتقاعدين في العراق واحدا من أهم الملفات التي تمس حياة المواطن العراقي، إذ تعاني شريحة كبيرة من المتقاعدين في الحصول على حقهم براتب تقاعدي بعد خدمة البلد لسنوات طويلة، فما بين ممنوع من الحصول على الراتب التقاعدي وما بين مسموح له ولكن لا يقبض شيء. والغريب واللافت في الأمر كذلك هو التفاوت الواضح بين من خدم العراق لعشرات السنين لكي يتقاضى مبلغا يعتبر رمزيا، وما بين مسؤول فاسد حكم لأربع سنوات ثم خرج دون أن يقدم شيئا للبلد يتقاضى عشرات الأضعاف من راتب الأول. هذا التفاوت والتناقض الواضح لم يكن وليد اللحظة، فمشروع الاحتلال الأمريكي الذي جاء بإيران وأتباعها ممن يحكمون العراق اليوم قائم على مبدأ السرقات واغتصاب حقوق الآخرين وغيرها من السمات والصفات التي يندى لها الجبين. إذن يعاني العراقيون المتقاعدون في الحصول على حق سلب منهم، وربما سيستمر سلبه طالما بقي نفس الحاكمين. عنواننا لهذه الحلقة هو أزمة التقاعد في العراق، نراكم بعد قليل. كل واحد رفحاوي انطوا يومية 40,000 امتياز بالإضافة. ال40,000 بالشهر يوميا بتساوي 1,200,000 بالسنة. هاي للواحد، هاي دير بالك، بالسنة تساوي 144,000,000 للواحد. إذا عائلت 10 نفرات الأخ ياخذ 1,440,000,000 باسم قانون رفحه، اعطاهم حق الاقتراض من الاسكان، بنك الاسكان وبنك العقاري 50,000,000 50,000,000. اما الزراعي فما حدد له، فالجماعه سووا راحوا على الزراعي. زين، حتى يعني حتى احنا العراقيين هم علمونا اهلنا، قال حتى ما تريد تاكل بين حمير خلي الله بين عيونك. شنو انتم؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن تتواصلوا معنا عن طريق إرسال رسائلكم النصية. هذا الموضوع سيكون عن ملف التقاعد في العراق. اليوم سنناقش لماذا تعرق الكثير من ملفات المتقاعدين في الحصول على راتبهم التقاعدي بشكل طبيعي. هذه النقطة. النقطة الثانية هي قيمة الراتب التقاعدي بالنسبة لمن خدم العراق لسنوات طويلة يأخذ مبلغا زهيدا مقابل ملفات أخرى مثل ملف سجناء رفحاء أو ملف البرلمانيين والسياسيين في الحصول على رواتب تقاعدية نظرا لخدمة بعض السنوات ربما أو تواجدهم في المنصب لبعض السنوات، يتحصلون على أضعاف كثيرة لمقابل طبعا مبلغ المتقاعد العادي المدني. كذلك قضية كثير من المتقاعدين بالنسبة للجهاز العسكري السابق محرومون من الحصول على حق التقاعد طبعا بذريعة وبجريرة انتمائهم للجيش في النظام السابق. طبعا كذلك تكون هذه هي العواقب بالنسبة لهم، أنهم لا يستطيعون الحصول على حقهم بالتقاعد لهذه الأسباب. ملفات أخرى كثيرة. قيمة التقاعد نفسها في ظل الغلاء والوضع المأساوي الذي يعيشه العراقيون الآن لا تسمن ولا تغني من جوع نظرا لقلة هذا المبلغ بشكل كبير وغلاء الأسعار الموجودة في العراق، بالإضافة إلى وجود كثير من السرقات التي تحول دون حصولهم على حقهم في التقاعد. في هذا الإطار المأساوي والمظلم بالنسبة لملف التقاعد في العراق، نرى في المقابل أن البرلمان في العراق يشرع القوانين خدمة للنواب وإعطائهم امتيازات حتى للمسؤولين أو للأشخاص الذين دخلوا بصفة نائب إلى البرلمان ثم بعد ذلك خرج قرار بإخراجهم أو إبعادهم من البرلمان، كالذي حدث مؤخرا لمقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أجج الرأي العام والشارع العراقي مما جعل البرلمان يتراجع عن هذا القرار على الأقل في بيان. لكن دعونا نشاهد المقطع الذي صوت فيه النواب أو الذي دعا فيه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان النواب إلى التصويت على قانون لمنح امتيازات مادية للنائب الذي دخل إلى البرلمان ثم خرج بقرار المحكمة الاتحادية، فنشاهد. أطلع
أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على اعتبار النواب الذين أدوا اليمين الدستورية وخرجوا ما بعدها لأي سبب من الأسباب هم نواب سابقين. أطلب التصويت ويتمتعون بحقوق النواب السابقين. أطلب التصويت على هذه الفقرة. تمت الموافقة بالإجماع. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، بلسان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكذلك بالإجماع تم التصويت على أن النواب الذين يدخلون إلى البرلمان ثم يخرجون لأي سبب هم نواب سابقون ويتمتعون بحقوق النواب السابقين. هذا كان قانونا شرع في البرلمان بجلسة واحدة بجملة لم تأخذ أكثر من 30 ثانية في النطق وفي التصويت، في حين أن ملف المتقاعدين في العراق وملف مركون حال رواتب وقيمة الرواتب التي تدفع لكثير من المتقاعدين في العراق هي ضعيفة جدا. لم يصوت البرلمان منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة على قانون ينصف المتقاعدين العراقيين يعطيهم حقوقهم. كثير من المظاهرات التي حدثت، كثير من الاحتجاجات، كثير من القضايا التي عرضناها وتابعناها وشاهدناها واستمعنا إلى قصص مأساوية عن حال متقاعدين أفنوا حياتهم في خدمة هذا البلد أكثر من 30 عاما أو 40 عاما في خدمة هذا البلد، ثم بعد ذلك يحصلون على مبالغ لا تصل ربما في كثير من الأحيان إلى أكثر من 300 دولار 400 دولار لكثير منهم للغالبية. نعم هناك درجات قد حصلوا على مبالغ تقاعدية أكثر، لكن نحن نتكلم عن فئة مسحوقة من المتقاعدين لا يحصلون على حقوقهم. دعونا نشاهد أيضا كذلك بالمقارنة طبعا موضوع سجناء رفحة، هؤلاء الذين كانوا في مخيم رفحة في المملكة العربية السعودية في بداية التسعينيات القرن الماضي، قضية الانتفاضة وما إلى ذلك مما يطلق عليها، عموما قضية سياسية حدثت في العراق، خرج بموجبها هؤلاء ليسكنوا في مخيم رفحة، وإذ بهم بعد الاحتلال يحصلون على امتيازات وتقاعدات لكل فرد في العائلة. وكما استمعتم وشاهدتم البرومو الذي حدث أو الذي عرضناه قبل بداية الحلقة وأثناء بداية الحلقة يتحدث عن المبالغ التي يتحصلون عليها نتيجة لكونهم من سجناء رفحاء كما يسمون. دعونا نشاهد الأموال التي يتحصلون عليها أو جزء من هذه الأموال. قبل فترة نزلت إشاعة وعلى التواصل الاجتماعي بأنه رواتب رفحاء لغت. الله وكيل لا لغت ولا هاي. أقل رفحاوي وسجين سياسي يستلم 3.25، وهاي نماذج هاي 3 ملايين إلا مع العلمك وصل لأخو ياه لأن هو جاهز ما يطلع إلا 3 إلا 3000. قبل فترة إجاني سجين سياسي والله العظيم 6.25 استلم 6.25. أدري شنو لكم، ماكو الله ماكو شنو المصيبة هاي. أدري إذا هو راح الرفحة حرر القدس مثلا تطلي 3.25. المشكلة مو بس رب الأسرة، كل الأفراد يعني اكو واحد موادي 92 94 95 يسمون رفحة. شنو هاي؟ شنو الخريطة هذا؟ من وراء من؟ من وراء الشيخ الهنداوي. الله لا يوفقكم أنتم وحزب الدعوة، الله لا يوفقكم. شوفوا شعب العراق شوفوا. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، طبعا هذا مقطع ليس جديد، هذا مقطع كنا قد عرضناه سابقا أيضا بقضية سجناء رفحة والامتيازات التي يتحصلون عليها والمبالغ التي يحصلون عليها، وهم لم يقوموا بخدمة هذا البلد بنفس الخدمة التي قدمها كثير من المتقاعدين العراقيين الذين قدموا خدمات لهذا البلد، أفنوا حياتهم في خدمة هذا البلد وبنائه وتطوره وازدهاره، في حين أن كما استمعتم مواليد حديثة يحصلون على راتب تقاعدي نظرا فقط لأن أبائهم ربما كانوا من سجناء رفحة. بأي منطق وبأي عدل تقسم هذه الأمور وهذه الأموال في العراق؟ دعونا نشاهد مقطع آخر قبل أن نأخذ الاتصالات لأحد السجناء أو أحد من ينتمون إلى سجناء رفحة، وهو يغيظ العراقيين، يغيظهم بالأموال التي يحصل عليها ويعرضها أمام الكاميرا بشكل حقيقة. أيضا كنا قد عرضنا هذا المقطع سابقا، دعونا نشاهد. صينا جماعة رفحة ورفحة لعبة رمجناها ببلاش، تعبنا صدام ركض ورانا وتبهدلنا، صح صح احنا عايشين بتركيا مرتاحين، اه ودين نستلم بالدولار وهاي فراطة بالتركي. زين خالصينا ترى مو بس احنا نستلم، هاي السياسيين كلهم يستلمون وعلى عنادكم ما تنقطع ما تنقطع، وظلوا بالعراق انتم بس تحكون على العالم، ظلوا بالانفجارات ظلوا.
مشاهدينا نستمع إلى السيدة شذا من بغداد، تفضلي شذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا نشكر برنامجكم اللي أتاح لنا هاي الفرصة حتى نعبر على ما في دواخلنا أو عن معاناتنا. تفضلي. الله يخليك. أنا أول شيء أحكي بصورة عامة عن المتقاعدين ككل، مدنيين وعسكريين وكيانات، إنه رواتبهم ضحلة ضحلة جدا ومتدنية. أوجه هذا سؤالي إلى مجلس النواب، إنه هم ما يحسون بينا أو ما يشعرون، وهذا الحكي اللي راح أقوله إن هم يعرفون بيه بالمية مية، بس ما مدوخين نفسهم إنه يعالجون الموضوع. بالعكس يزيدون الطين بلة، إنه شنو القرار ذاك اليوم اللي أقروه إنه أي نائب من النواب مداوم ليوم أو يومين راح ينحسب له تقاعد. زين ما يفكرون بينا احنا المتقاعدين اللي قضينا عمرنا وافنيناه بخدمه هذا البلد، ما علينا من نظام سابق ومن حكومه، احنا كنا نشتغل للبلد، ما كنا نشتغل لشخص معين. زين اللي عنده خدمه 30 سنه ياخذ 400 او 300. زين ما يفكرون هم يمكن هذا اذا ينطيه اياه لابنه فد يوم واحد بالمدرسه يخلصها ال 300 مالته. زين الى متى نظل بهذه الوضعيه التعبانه؟ ما هي الأسباب التي قادت برأيك سيدة شذا إلى أن يكون وضع المتقاعد العراقي بهذا السوء؟ بهذا السوء، أولا هذا القرار أصدره برايمر، أنه إحنا ككيانات، طبعا إحنا ككيانات القرار هذا أصدره برايمر، أنه أنا أخاطبهم هم فعلا حكومة عراقية. أنا أقول لا مو حكومة عراقية، لأن هم كل واحد عنده جنسية أجنبية، فخلي يثبتون عروبتهم وعراقيتهم ويلغون القرار اللي اصدره برايمر. هو شخص اجنبي، تقبلون يحكمنا يعني تظلون بلد مستعمر؟ هو احنا بلد مستعمر ويحكمون تحكمنا قرارات اجنبيه. زين بعدين انه هذا تقول لي شنو سبب هذه التقاعد المتدني؟ انه هي قرارات متضاربه ما تعرف يعني ليش. كل الموضوع ان هم زياده الفلوس اللي تظل، زياده الاموال كلها بجيوبهم. وانا احكي ويسمعوني. زين احنا ما خايفين من احد، احنا نريد حقوقنا، احنا ما نستجدي من عدوم، هذه حقوقنا. كل واحد خدم البلد 30 و40 سنه، شنو بالشهر يطول 300 و400؟ يعني شنو فتات مالتهم هذا؟ اذا نستجدي احنا من عدهم غصبا ما عنهم يرفعون مستوى التقاعد، يعني مو دا نقدم من عدهم احنا، ولا دا نتوسل بيهم. حالنا حال الرفحاويين، حال النواب اللي داوم ليوم، اللي داوم لسنة أو طلع يداوم لسنة. طيب نتكلم من ناحية القانون، كيف يمكن لنائب يدخل إلى البرلمان بصفة نائب لمدة 4 سنوات ثم بعد ذلك يحصل على حق التقاعد؟ طيب ماذا بالنسبة للرفحاويين كذلك؟ يحصلون على هذه الأموال وهي عشرات الأضعاف ربما بالنسبة لراتب المتقاعد العادي المدني العادي. أين العدل والقانون في توزيع هذه الأموال؟ يعني أستاذ محمد هم يكيلون بمكيالين، الشيء اللي يفيدهم يسووه. يقروه بيوم بصور يصوتون بلحظة تصويت بالإجماع. يعني والمتقاعدين يقول لك هذولا يعني ما يهمنا مجرد. زين بعدين هم زين أنتوا الشعب هو اللي انتخبكم، باشر عقب باشر أنتوا ولا تحكمون؟ يحكمون الهوى؟ الكل راح يتخلون عنهم. يعني هاي قوانين جائرة يراد لها جلسة كاملة لتصحيح هذه القوانين. زين تصور انت، تصور حضرتك انه احنا بالعالم التصويت اللي صار بالعالم او يعني اللي يعرفون اسوأ، احنا اسوأ بلد بالحكم، يقبلون هم يقبلون هالشكل؟ اسوأ بلد بالحكم؟ والله سيدة شذا بعد 16 سنة بعد 16 عاما برأيك انت حضرتك انه يعني هم خلص قامت تفرق وياهم قضيه يقبلون او يرضون او ما يرضون؟ لا والله ما تفرق وياهم، الظاهر ما تفرق وياهم. واكبر دليل خل اقول لك فد معلومه، انه قبل كم يوم 25 نائب مسافرين او دبي حاضرين مؤتمر المحافظه على حياه السلاحف. نعم صدق بتحكي يعني هذا فشيء واحد خلي يعالجون قانون التقاعد اللي يمشي مثل السلحفات، هنا عندنا سلاحف. طيب انا عندي معلومة يا سيدة شذا واريد اتاكد من حضرتك بها، ربما عندي سمعتي بها او لا. في دائرة التقاعد الموجودة في العراق اغلب الموظفين العاملين فيها
احيانا ما تمشي معامله المتقاعد الا ان يدفع رشوه، حتى تمشي معاملته. طبعا هو الموظف يمكن يكون راتبه 500,000 دينار عراقي العامل في دائره التقاعد، لكن عندما تشاهديه ترينه من الاثرياء في حياته، في سيارته، في بيته، حتى امور الرشوه. يعني موضوع التقاعد الناس متوقف على رشوه موظف. طيب اللي ما عنده يرشي شلون تمشي معاملته؟ حتى ما نظلم التقاعد، طبعا هاي بالمية مليون اللي تحكي عليه، حتى ما نظلم التقاعد كل دوائر الدولة. أنا راجعت الضريبة في معاملة ظلت 5 أشهر، أروح وأجي يشوفوني مراجعين يقول لي بعدك معاملتك ما خلصت، أقول له أي وأنت، يقول أنا خلصت معاملتين ثلاثة يا بشلون أنا نطيت. نعم. هاي من المراجعين، يعني هاي الضريبة، والضريبة أكثر وحدة تاخذ رشاوي، وكل دوائر الدولة. يا حكومة انتبهوا للفساد اللي نخر جسد العراق. نعم. يعني ليش؟ لا يقولوا لي لأن الرواتب قليلة ومتدنية، لا، قسم حتى رواتبهم عالية ويأخذوا الرشاوي، بس هي الأخلاق انعدمت. نعم. مع الأسف. شكرا سيدة شذا، كنت معنا من بغداد، أشكرك للمشاركة. رسالة من السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخ محمد ولصوت الحق الناطق بمعاناة العراق. الأزمات استفحلت بالعراق في ظل حكومة تابعة لجارة السوء إيران، لم توفر وظائف وتعليم والصحة وغذاء ومياه وكهرباء، أزمة المتقاعدين وعدم إيجاد حلول لأزمة رواتبهم. الحل الوحيد هو إبعاد السياسيين ليتسنى إيجاد ثلة خيرة من الوطنيين لمنظومة الحكم الوطني ولمحاسبة السراق للسرقات والنهب والفساد والواقع المؤلم. أين تلك الوعود التي تعد بها حكومات جارة السوء إيران بحل أزمة المتقاعدين وتوفير حقوقهم من الرواتب التقاعدية؟ هي وعود ذهبت منذ 16 عاما أدراج الرياح، فلا تتوقع منهم أخي محمد لا حق ولا باطل. أزمة المتقاعدين ورواتبهم سراب يتبعه العراقيون، ولم يجنوا منه أي ثمار أو وعود من هذه الأزمة. تحية لقناة الرافدين. شكرا لك سيد مبروك من الإمارات. سيد أبو إبراهيم من بغداد، تفضل. أبو إبراهيم، أشكرك، أستاذنا الكريم وممنون منك، أسمعك جيد جدا. تفضل، حياك الله، أهلا وسهلا. أبو إبراهيم، فقدنا اتصال مع السيد أبو إبراهيم، نعتذر منه إذا كان الخلل منا، وأرجو أن تعاود الاتصال مرة أخرى إذا كان الخلل منك. رسالة أخرى يقول أحد المشارك حيدر ابن ديالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حسبي الله ونعم الوكيل، حكومة إيرانية، شعب مسكين، من يسمع الأرامل أو اليتامى أو العجوز أو للمتقاعدين؟ من يسمع راح النفط بيد إيران، ثروات كلها صارت بيد إيران، حسبي الله ونعم الوكيل، نخلص من إيران ومن أمريكا. طيب نكمل الرسالة فيما بعد. أبو إبراهيم عاد إلينا من جديد، أهلا بك أبو إبراهيم. حبيبي الغالي أستاذنا الكريم، تفضل أبو إبراهيم أسمعك. أستاذنا الكريم، اشتفى النضال فترة السبعينيات، نعم، من الخدمة جبناها ويكرم علينا داخل بندي اللي يسموه نظام البار، نعم، وإحنا نمتلك ثقافة، بالعنصية ما حد حملها، لا والله ده حاول اسمعك بشكل هاي دولة بدي يحسون على روحهم، بدي يحسون من نفسهم على هذه الامور ايش يسوون؟ يعني ما يفكرون بالانسان الجاهل عمره او عمره 70 او 60 او 80 او مريض. طيب هذا الانسان اللي خدم هذا البلد، طيب اتركنا من اللي خدم البلد، الشباب اللي يعيشون بهذا البلد ويشوفون انه حال المتقاعد ورا ما يخدم هاي السنين يركن. بعدهم اطفال وخريجين ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس. نعم. هاي عايشهم، اذا كان حطيلهم بعربان. هم السالفة، خلها كان مصيبة يعني المتقاعد. اسمعك. نعم. اسمعك ابو ابراهيم، تفضل. انا اشتريت منك فتوه. نعم. توجه لي رساله، للمسؤولين، خلينا نقول نستنجد عطر، ها؟
هاي تالي عمرنا، تالي عمرنا احنا الفشوات الاغوات. كان الله يرحمه نوري سعيد من الرعايه تسع مظاهرات. رسالتك شنو ابو ابراهيم؟ رسالتك ابو ابراهيم للمسؤولين. رسالتي للمسؤولين توجهي لاستاذنا الكريم بالكراده اللي كان جيراني بالكراده عادل عبد المهدي، لان احنا الاغوات احنا من شارع رشيد عبد القاضي ابن الاغاني فاشل. نعم راسي 400، راسي 400 وماخذ سلك كيس في غرفه كهرباء للطفل. ايش سويت؟ حياتي قضيتها شلون؟ ما اعرف البن ورئيس البرلمان هسه طلع عليه بعد صغير عمر جزاه الله الخير بعد الشاب طموح. نعم ابو ابراهيم انا اشكرك، وصلت الرساله ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون وصلت لمن له ضمير. ابو ابراهيم كما استمعتم خدمه طويله وعمر ويتقاضى 400 الف دينار عراقي يعني 300 دولار وشويه. باي منطق وباي عدل ابو ابراهيم حاله من حالات كثيره طبعا. ملايين العراقيين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا البلد وقضوا ربما أكثر من 30 عاما ربما في خدمة هذا البلد، ضاع الشباب وضاعت الحياة في خدمة بلد ومحاولة إنهاضه وإنعاشه وإيصاله لمراتب عليا في آخر عمرهم بشكل مؤسف أن تقال هذه الكلمة، يذلون ويهانون بطريقة لا تحتاج إلى أن تكون الإهانات لفظية. هذا التعامل الذي يراه المواطن العراقي في حياته بعد كل هذه الخدمة وكل هذه السنوات هي نوع من أنواع الإهانة، نوع من أنواع الإذلال. الشباب الذي يرى الآن والده أو جاره أو عمه أو كذا ممن أفنى حياته في خدمة هذا البلد لكي يحصل على مبلغ رمزي نظير خدمته التي قدمها لهذا البلد بعد كل هذه السنوات، لن يكون له طموح في خدمة هذا البلد بنفس الطريقة التي كانت لدى والده. وستستمر هذه الأجيال بهذه المعاناة طالما نظروا إلى الدولة أنها لا تهتم بهم. كل شخص سيسلك طريقا ربما قد يكون سليما وربما قد يكون طريقا خاطئا في كسب رزقه وفي محاولة إيجاد فرصة عمل وغيرها من هذه الأمور لكي يعيش ويستمر في الحياة في هذا البلد الذي صنف الآن واحد من أخطر بلدان العالم. رسالة نكمل رسالة حيدر بن ديالة يقول: الثروات كلها صارت بيد إيران، حسبي الله ونعم الوكيل، نخلص من إيران، نخلص من أمريكا، من الطائفية، من المندسين اللي يخربون حياتنا، حسبي الله ونعم الوكيل. أخوي الحكومة إيرانية والشعب إلى الله. رسالة أخرى يقول أحد المشاركين: أخي الدولة اللي تؤمن أو تأمن 1,800,000,000 دينار للعائلة الرفحوية بالخارج ولا تؤمن قنينة أكسجين لو بطل مغذي للمرضى بالعراق، هل هذه دولة مسلمة؟ الشعب وين المرجعية؟ ليش ساكتة؟ لعنكم الله يا عملاء. هكذا يقول أحد المشاركين. بإمكانكم كما ذكرنا مشاهدين الكرام تتواصل معنا بخدمة الواتساب، ممن لم يستطع أو لا يستطيع أن يتواصل معنا عبر الاتصال ربما لتكلفة الاتصال ربما لضعف الشبكة، هذه خدمة متاحة على الانترنت، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا تعبروا عن ما في داخلكم في قضية اليوم وترسلوا لنا هذه الرسائل نستطيع أن نقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. طيب شاهدنا الأموال التي يحصل عليها من ينتمون إلى ما يسمى سجناء رفحة، وتابعنا كذلك إقرار القانون أو تشريع القانون الذي صوت عليه النواب بالإجماع في البرلمان على قضية منح النواب الذين دخلوا وخرجوا من البرلمان صفة النائب السابق، وكذلك يمنح الامتيازات المادية كافة أو كافة الامتيازات التي يتمتع بها النائب السابق، وإن كان نفى البرلمان في بيان لكن هذا المقطع خير دليل على ما نتحدث به اليوم. نتابع الآن مع حضراتكم مجموعة من اللقاءات لمتظاهرين ومعتصمين أمام دائرة التقاعد للمطالبة بحقوقهم، دعونا نستمع جزء بسيط من معاناة المتقاعدين في العراق. شريحة المتقاعدين المظلومة، الخدمة والبلد
يعني من 1921 وحتى هذا اليوم اصبحت الجيش الاول والجيش الثاني، ماكو جيش واحد. 1921 تاسست، احنا لو هذا لو هذا، احنا متابعين قانون الجيش الواحد. فرواتبنا 400، خدمنا 15 جيران، وخدمنا تكري حرب 73 خدمناها، راتبنا 400. طيب الجاهل يقبل 400؟ ال 400 يقبلها الجاهل؟ وطالة تدفع يعني اربع اضعاف يقطون من ال 400 كلها ياخذون للتلفة. شنو ذنبنا؟ زين لا قطعه ارض، من حالنا حال المعلمين، حالنا حال السجناء، حالنا رفح رفح طاهم عيديه، احنا ما طونا عيديه، نعال ما طونا. راتبنا قليل، كل شهر 300، وين نخليهن؟ ما يكفن، يعني ذولا الرفحويين راح لهم تأسروا شهر ما ادري شهرين، ناخذهم بالخارج بيت وسياره ومره وراتب وعاشه وبره، اجونا الراتب الاحداث، واحنا هنا اللي يدق صواريخ علينا والعبوات وولدنا وانسابنا كلهم راحوا، وتالي متالي راتبنا 300 ويقطعون مال شهر، وين صار الشهر؟ يا يعني اروح لما اقول له قال لا بس شهر واحد، يا بشون مو انا الرابع والخامس والسادس، معقوله بس شهر واحد؟ هسه نريد زياده بالراتب، مو راح يسووها كل شهر 300 ما تكفينا، خلي يسووها 800 900 700 مليون، احنا تعبنا، احنا متقاعدين مريضين، استلمت 300 كفيلك هو الله، اني تحاليل ب 400,000 مسويتهن، عندي قلب وسكر وضغط وغده ومنتهيه، اذبحن بس تحاليل. يعني الله يرضى عباده، يرضى يرضون مجلس النواب، اصغر طفل يكتفي ب 300,000، والله ب 3 ملايين ما يكتفي. كما سمعتم مشاهدينا الكرام، هذا جزء بسيط من معاناه الناس، من معاناه المتقاعدين العراقيين الذين يحصلون على هذه المبالغ التي كما استمعتم تنفق في كثير من الاحيان في يوم واحد. ابو عبد الله من بغداد، ابو عبد الله استمعت الى جزء بسيط من معاناه هاي الناس، وانت حضرتك اكيد مستمع إلى قصص كثيرة ربما قبلي أو قبل أن نفتح هذا الموضوع. رأيك بما استمعت إليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ محمد الله محييك وبارك الله بيك وبالكادر كادر الرافدين وبهذه القناة اللي تنقل معاناة الشعب العراقي وبالأخص شريحة المتقاعدين المظلومين. حياك الله. والشكر موصول لكل القنوات العراقية اللي تنقل معاناتنا. حقيقة يعني هاي معاناتنا يعني أتصور ما لها حل، حسب ما رأيت وحسب ما شفت والتقينا المسؤولين، أعتقد صار عندنا يقين أنه مع الأسف أقول النواب منطينا ابن الطرشة، يعني نقابله ويوعدونا بخير ونطلع وكل شيء. قابلت مسؤولين ابو عبد الله قبل؟ التقيت بمسؤولين؟ نعم نعم نعم. احنا تقدر تقول لنا من التقيت؟ مدنيين. والله يا اخي تقريبا مو يمكن اكثر من نص النواب احنا قابلناهم. نعم. وعدونا خير، ما اقول اسمائهم لكن الظاهر هم كلهم نفس الطبقه. واعتقد يعني اعتقد يعني صاير حكي على طاوله واحده ومتفقين علينا. اخي العزيز واستاذي، هذه المتقاعدين احنا من داعي حقوقنا، احنا ما مستجدين من احد، هذه عراقنا ودولتنا واحنا خدمناها باحسن حال. لا خلنا وطننا ولا نريد نغير حقوق، احنا نريد زياده الراتب. احنا المتقاعدين عدة شرائح دي، يعني يشمل العسكري والدوائر المنحلة والمستفيد وكثير من الشرائح كلها في قانون واحد اللي هو القانون اللي يطر في 2014 قانون رقم 9. ومن عهد بريمبر اللعين لعنه الله عليه خلانا الراتب 400 الحد الأدنى. شو تسوي هاي ال 400 ابو عبد الله؟ شهرين نستلم. شو تسوي هاي ال 400؟ اقل من ال 400، اكو 350، يعني هي هنا المصيبه. 350 اخي استاذي، قبل ما خلى خدمك قبل ما تحكي تفضل. والله العظيم انا
متواصل هواي يعني اكثر المتقاعدين. نعم. احد النساء اتصلت بي تقول لي يا اخي ماكو حال، انا ابني هسه انا بتركيا، ابنها مريض، باعت سيارتها، باعت بيتها، وهاي ثلاث اشهر هي بتركيا تعالج بيه وتقبض راتب 300، زين هاي 300 ادمن تنطيها بروحها ضيف، يعني هاي وضعيه. يا اخي يا استاذ محمد، نريد من عندكم مناشدات. الظاهر احنا ما يسمعونا بعد ما نقابل اي ناس، احنا راح نتجه اعلاميا كل القنوات من خاها، وصلوا صوتنا. الظاهر ما حد يسمعنا مع الاسف. وهذا مكان توصل به صوتك ابو عبد الله باي وقت، في اي وقت تستطيع ان تتواصل معنا، وان شاء الله ان شاء الله يكون الموضوع بنتيجه. يعني احنا كحضرتك مثل ما تفضلت احنا وسيله اعلاميه نوصل صوت الناس قدر المستطاع. يبقى الموضوع متوقف على المسؤول، على مدى قدره المسؤول، مدى جديه المسؤول في تحقيق هذه الاصلاحات. اشكرك ابو عبد الله، كنت معنا من بغداد. المكان متاح للجميع مشاهدينا الكرام، لكل من لديه معاناة في هذا الملف أو في أي ملف طرحناه أو نطرحه إن شاء الله مستقبلا بقضايا تخص المواطن العراقي، الحياة العراقية، حياة الناس في العراق، قضية التقاعد أو قضايا أخرى كثيرة، بإمكانكم أن تتواصلوا. هذا منبر ومتاح للجميع أن يشاهد، والمسؤول قطعا يشاهد، إن لم يشاهد سيستمع لما يقال عنه وعن غيره من المسؤولين الذين يتهمون بالفساد وبسرقة أموال المتقاعدين وأموال الناس، المال العام في العراق، وغيرها من هذه القضايا الكثير. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي أيضا لم تبقي شيئا لم تظهره للعيان، فالموضوع يبقى على المسؤول. يعني أبو عبد الله يقول إحنا قابلنا عدد كبير من المسؤولين، منهم نواب في البرلمان، والجميع يعطون وعودا بتحقيق هذه المطالب أو السعي في تحقيقها. طيب ما الحكومات المتعاقبة من الاحتلال حتى اللحظة دي تطي وعود صار لها 16 سنة، 16 عاما من الوعود، والنتيجة انه الناس خلص شبعت، تشبعت بهذه الوعود، واخر انتخابات هي خير دليل على رأي الناس في هؤلاء الذين يحكمون الآن. يبقى الموضوع متوقف على مدى رغبة الناس في البقاء، في العيش في هكذا حياة يحكمها فاسد، أو دولة يحكمها فاسد وتحكمها عصابة، ويقومون بسرقة المال العام والمال الخاص وكل الأموال الموجودة وتوزع بطريقة غير عادلة، في ظل غياب للقانون وفي ظل غياب للقضاء الذي يحكم ويبت في هذه القضايا. برلمان يشرع الامتيازات لنفسه ولنوابه، وتابعتم لولا الضغط الشعبي الذي حدث واشتعال مواقع التواصل واشتعال المجتمع العراقي جراء تصويت البرلمان لمنحهم امتيازات، لما ربما خرجوا بهذا البيان الركيك عن نفي ما تم تداوله ومحاولة تبريره بأنه استهداف، وما استهدافه من هذه الأمور، بيان مقطع صوت وصورة يخرج من رئيس البرلمان يصوت بالإجماع أو يطالب بالتصويت بالإجماع أو يطالب بالتصويت على قضية منح نواب صفة النائب السابق وامتيازات مادية وغيرها. كان من الأول ما يخرج هذا المقطع وانتهى الموضوع، ولا أصلا يخرج هذا التصويت. النائب ما الذي ينقصه من امتيازات لكي يسعى إلى الحصول على راتب تقاعدي؟ وطبعا قيمة الراتب التقاعدي بالنسبة للبرلمان هي عشرات الأضعاف لما يتحصل عليه المواطن البسيط. ما الذي ينقص البرلماني؟ 4 سنين من السرقات، هم يقولون 4 سنوات يقضوها في البرلمان، يبدأون السرقة من أول يوم، ينهون آخر صفقة في السرقات في آخر يوم قبل تسليم المنصب، وكثير منهم يبقون حتى بعد ترك المنصب يقومون بتنفيذ هذه السرقات وهذه الصفقات لعلاقاتهم. طيب ما الذي تنتظره أكثر بعد هذه الملايين من الدولارات التي حصلت عليها في فترة حكمك في أو فترة توليك لكرسي برلماني في البرلمان؟ لماذا معاقبة ومحاسبة ومحاربة المواطن البسيط الذي لم يؤذي أحدا، لم يؤذي مسؤول، ولن يؤذي مسؤول، ليست لديه القدرة على ذلك؟
بأن يحارب في راتبه التقاعدي، في رزقه، في ربما المصدر الوحيد لكثير من العائلات أو لكثير من المتقاعدين، مصدر دخل وحيد هو الراتب التقاعدي لكثير من العراقيين الموجودين. معنا اتصال. ألو، تفضل. السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام، حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. الله يخليك ويسلمك، الله يحفظك يا حبيب قلبي، أشكرك وأشكر قناة الفضل رافدين المحترم. حياك الله. الله يخليك. بموضوع الطاب نعم. هي تظلمية المتقاعدين العراقيين. نعم. قانون التقاعد العراقي قانون غير موحد. وخرجنا بمظاهرات عدة. نعم. في عدة أوقات. نطالب مجلس النواب ومجلس رئاسة الوزراء لتوحيد هذا القانون. نعم. وزيادة رواتب المتقاعدين من 400 بالحد الأدنى إلى 800 بالحد الأدنى. لأن 400 في الوقت الحاضر يعني ما تغطي أي مصاريف. والمتقاعد من يخرج تقاعد رجل كبير السن. يعني يحتاج إلى من يعيله، يحتاج، وخاصة عنده أمراض مزمنة وعنده متطلبات الحياة كثيرة وغلاء المعيشة اللي كان عايش من عدم العراق. نعم. إحنا من خلال قناتكم المحترمة الناشد الحكومة والناشد مجلس النواب المحترمين أن يستثمرون هاي النصيحة الكبيرة للمجتمع العراقي. نعم. لتعديل قانون الموحد للمتقاعدين العراقيين. طيب حيدر، سيد حيدر، حضرتك ذكرت في البداية أن الرواتب التقاعدية أو قانون التقاعد قانون غير عادل، يعني في تفاوت. طيب لماذا يقر قانون أو وإن قر بشكل عادل كصيغة لكن التنفيذ والتطبيق على الأرض يختلف؟ لماذا هذا التفاوت؟ يعني ليش أكو تفاوت بين رواتب الناس؟ ليش أكو تفاوت بتطبيق القانون الذين هم أقروه؟ التفاوت واضح لأن القانون أقر قبل 5-6 سنوات. كان يعني كان الوضع يختلف عن هسه الوضع. القانون عادل ولا منصف للمتقاعدين. نعم. لا يحتسب درجات الوظيفية ولا يحتسب بدرجات الخدمة. لا، ومكافأة نهاية الخدمة كذلك لم تصل إلى كثير من المتقاعدين. هذا بالجانب العسكري، أن نهاية الخدمة ما يمثلهم وشملوهم قليلة. نعم. والكيانات الوطنية أيضا ما يشملك نهائيا، حرمة ومن عدة قطية. نعم. زين، والقانون ما يصير بكل درجة واحدة، يعني لا تساوى الوزير مع العامل، لازم قانون الموحد بدرجة، ولكن فروقات الراتب بامتيازات الشهادة الخدمة. نعم، هذا واضح، هذا واضح سيد حيدر، لكن ليش اكو تفاوت حتى بين يعني المتقاعد او الحد الادنى لمن يحصل على التقاعد في العراق 400 او 350 كما قال ابو ابراهيم من بغداد او ابو عبد الله من بغداد، لكن هذه النسبة وهذه القيمة، هذه القيمة ليش يحصل عليها العراقي في بلد يمتلك المليارات من الدولارات؟ يعني شيء بسيط، اذا وفر للمتقاعد كحد أدنى 1,000,000 دينار عراقي، 800 دولار أو تقريبا بهاي الحدود، ما قيمتها بعد سنين طويلة من الخدمة وناس دمرت حياتها ودمرت جسمها وصحتها في خدمة هذا البلد؟ أكيد أفنى عمره المتقاعد، يفني عمره لخدمة الوطن وخدمة الشعب. بالنتيجة الحكومة يعني ما تجازي مجازاة حقيقية. تختر بي هذا ال 800,000 او المليون دينار مثل ما ثابت. زين؟ نعم. تختر بي بطاقة الائتمان الصحية، هي هاي بطاقة الائتمان الصحية من يراجع إلى مراكز الصحية أو المستشفيات، لحد الآن ما مصرفها. نعم. أكو سوء واضح بالإدارة، هيئة التقاعد، سوء واضح بالمعاملة والتعامل منها. طيب. أكو قرارات على سبيل المثال فقرة من الفقرات مكتوب بها فرت في مجلس النواب غلاء المعيشة. نعم. لم تصرف نهائيا هذه الفقرة من قبل الهيئة العامة للتقاعد. نعم. يعني ما أعرف أنه الهيئة العامة للتقاعد ما مهتمة
من شريحة المتقاعدين نهائيا. سيد حيدر أنا أشكرك أشكرك وضحت الفكرة، أعتذر منك لضيق الوقت. كما استمعتم تقر أحيانا قوانين، نعم تكتب على ورق، نعم، لكن التنفيذ والتطبيق على الأرض أين هو؟ بالنسبة للمتقاعد لماذا الحد الأدنى هو 300 أو 400 ألف دينار عراقي في بلد تغلى به الأسعار أو ترتفع به الأسعار يوما بعد آخر في هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه العراقيون في ظل غياب للكهرباء الوطنية التي تجبر المواطن على الذهاب لشراء خط كهرباء من مولدة قريبة منه، خاصة مكلفة غلاء الأسعار بالنسبة للمنتجات التي تستورد، نظرا لأن البلد لا ينتج محليا، ليس لديه موضوع اكتفاء ذاتي، ليس هناك دعم في البطاقة التموينية للمواطن. هذه كلها تحتاج إلى المال لكي يعيش المواطن العراقي أو لكي يعيش أي إنسان في أي مكان. كل هذه الأمور تحتاج إلى المال. عندما يعطى بغض النظر الآن فلندع قضية الخدمة جانبا، لكن قيمة الراتب التقاعدي بحد ذاتها هي قيمة ضئيلة جدا، ضئيلة جدا. كما استمعتم بعض المتقاعدين كبار السن، مرضى قد يكونون، وهذا المبلغ ربما لا يكفي لجزء من علاجهم في المستشفيات، في المستوصفات، في الصيدليات وغيرها. موضوع التعامل الحكومي مع هذا الملف، يعني ما الذي يمكن أن يتضح أكثر بعد 16 عاما من إهمال ملف المتقاعدين أو محاربتهم أو اقتطاع جزء من رواتبهم؟ يعني عندما تأسس أو تأسست ميليشيات الحشد الشعبي أو ما تسمى بالحشد الشعبي، كان يقتطع من الموظفين ومن المتقاعدين كذلك نسبة مئوية تعطى أو تسمى دعما للحشد الشعبي، واستمرت هذا استمر هذا الموضوع لفترة طويلة. وكذلك موضوع اقتطاع راتب شهر حزيران بالنسبة للمتقاعدين بدون أي مبرر، حتى يستغرب المتقاعد من سبب اقتطاع راتب شهر بالنسبة له، وهو يعتمد على هذا المال اعتماد كلي في دعم حياته اليومية. لدينا بعض الرسائل التي نود أن نقرأها سريعا. أحد المشاركين يقول: السلام عليكم أخوي، أنا عندي تعليق على موضوع المتقاعدين، أريد أفهم شغلة وأريدكم تعرفوها. أبو رفحة بشنو فاد العراق؟ ناضل؟ جاهد مثلا؟ ثاني شيء، منو اللي قال أبو رفحة متضرر؟ هم شايفين أبو رفحة شلون عايش بالخارج برفاهية؟ منو إلى حق بالمال اللي يملك الكنوز والبيوت والسيارات بالخارج؟ لو المتقاعد اللي يصعد درج وهو عمره أقل شيء بالخمسينات والحكومة ما موفر لهم أقل خدمة المصاعد غير هذا، وين الحق بالموضوع اللي خدم بلد بدم قلبه وعنده خدمة عدة سنوات ينطوه راتب بسيط ما يكفي طفل من أطفال أولاد البرلمانيين، ما يكفي سهرة من سهرات رجل برلماني، وينهم رجال الدين اللي يحجون بالدين ويحللون ويحرمون بكيفهم؟ هل يرضون واحد يظلم أمهم وأبوهم بعد خدمة طويلة بالحر والبرد؟ ويا ريت كل كلمة كتبتها مذيعكم المحترم يقولها، ولو احنا ماسحين ايدينا بالكلوركس من هذه الحكومة. اتمنى الرسالة تكون قرئت بالشكل اللي يرضيك. رسالة اخرى يقول: اخي محمد، كل الشعوب صوتها اعلى من السلطة بس بالعراق، ايش وقت يتحرك ناموسك يا شعب؟ ليش تقاد مثل القطيع بيد تجار دين مزيفين وانت تعلم انهم عملاء وسراق؟ عجيب امرك. يوجه للشعب: انتفض، شوف الشعوب الحرة شلون رجال. طبعا الملفات التي نطرحها في كثير من الأحيان هي تعود بالنهاية إلى خلاصة ونتيجة واحدة، الخلاص من هذه السلطة الحاكمة ومن نظامها الفاسد ومن نظامها البائس المعتمد على المحاصصة والطائفية والتحزب وغيرها. خلاص العراقيين من كل هذه الأمور هي بالتالي بالطبع ستقودهم إلى الاختيار الصحيح لحكومة وطنية من وجهة نظرهم سيكون عليها إجماع كذلك شعبي. يعني ملف التقاعد هو جزء لا يتجزأ من مأساة يعيشها العراقيون. التقاعد ملف، هناك ملفات بمئات الملفات ربما أو آلاف الملفات التي توجد في العراق تهمل أو مهملة عن قصد من قبل اللجان البرلمانية، من قبل البرلمانيين أنفسهم، من قبل رئيس مجلس النواب بغض النظر من هو، و من قبل رئيس الوزراء صاحب السلطة التنفيذية والتي
بيده هذه السلطة التي يستطيع أن ينفذ بها كثير من القرارات. إذن الموضوع ليس موضوع نائب وضميره، لأنه لو كان هناك ضمير منطقيا لا تحرك ملف التقاعد، لا تغيرت القيمة التي تعطى إلى المتقاعد العراقي بعد خدمة هذه السنوات، لنظر في قضية سجناء رفحاء أو الرفحاوي الذي يتقاضى هذه الملايين من الدنانير العراقية التي تساوي آلاف الدولارات، هو وكل فرد من أفراد عائلته. لا ننسى هذه النقطة، يعني كان هو نعم خرج في ذلك الوقت، عاد بعدها، تزوج بعدها، أنجب بعدها، كل هؤلاء الأفراد يحصلون على رواتب تقاعدية. لكم أن تتخيلوا حجم السرقات والفساد الموجود في العراق. لو كان هناك حكم وضمير في العراق من قبل المسؤولين لما شاهدنا تعطى امتيازات للمسؤول. طيب ما الذي قدمه المسؤول ليعطى هذه الامتيازات؟ ما الذي قدمه المسؤول ليعطى راتب تقاعدي؟ أسئلة كثيرة تطرح في هذا الشأن، ويبقى الجواب متوقف عند وجهة نظر المتلقي المواطن الذي استطاع بعد هذه السنوات، من المفترض أن يكون استطاع أن يميز الآن ما بين الأمور ويستطيع أن يجد الحل المناسب لمأساته ومأساة غيره من العراقيين. أبو فيصل من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ حياك الله أبو فيصل، أهلا وسهلا. الله يحييك، تحية لك وتحية للقناة وتحية الكادر للقناة وتحية للشعب العراقي على رأس ميت علوان المسلمين. بالنسبة لموضوع التقاعد، نعم أستاذ محمد، العراق هو سيطر عليها عصابات فوقية، هذا حكينا ب أسمعك أبو فيصل. أبو فيصل من السعودية، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد أبو فيصل. عموما أشكره للمشاركة. مشاهدينا، نحن بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نتمنى أن يكون الملف قد خدم قضية المتقاعدين قدر المستطاع، وأن يوصل رسالة إلى من لديه ضمير من المسؤولين بأن يناقش أو يتحرك في قضية المتقاعدين مدى معاناتهم، أن يشاهدوا، أن ينزلوا إلى الشوارع ويسألوا كل متقاعد عراقي ليطرح المعاناة التي يعانيها بسبب قلة هذا الراتب الذي يتحصل عليه في بلد مدمر يحتاج إلى المال في كل جزء من أجزاء الحياة، في الكهرباء، الماء وغيرها من هذه الأمور. إذن نتمنى أن تكون الرسائل الناس الذين تواصلوا معنا قد وصلت للرأي العام العراقي للمسؤول، نفعل ما نستطيع. شكرا لطيب المتابعة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. إلى اللقاء.